الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. معالي الوزير السيد الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه، مع السيد الاستاذ الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، مع السيد الاستاذ الدكتور احمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، معالي السيد الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، الساده الاساتذه الافاضل ومدير الكليات، الساده زملاء رسائل الاقسام العلميه بالكليه، الساده مدير الادارات والادارات بالكليه، الساده اولياء امور الطلبه والطالبات، الحفل الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اننا في هذا اليوم المبارك السعيد نجتمع هنا تحت رعايه معالي الوزير السيد الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه لنشارك الفرحه بتخرج الدفعه العشرين من الطلبه بجدهم واجتهادهم وصبرهم وبكفاح وتضحيات وحب وعطف الاباء والامهات الذين نهنئهم جميعا من اعماق قلوبنا على تخرج فلذات اكبادهم. وها هم خريج هذه الدفعه العشرين جاءت لمواجهه التحديات العلميه والتكنولوجيه التي تتسم بها روح العصر واستجابه للتغيرات العالميه الحديثه في مجال التعليم والاخذ بنظام توحيد الجوده والاعتماد والتطوير المستمر في العمليات التعليميه واستجابه لاحتياجات سوق العمل، وهو الامر الذي نادت به القياده السياسيه مقترنا ذلك بتطوير التعليم الجامعي وتحديث برامجه خاصة في القطاع الزراعي والاهتمام بمستقبل خريجي هذا القطاع الحيوي. فقدرت الكلية في سبيل سعيها إلى التطوير المستمر إلى تعديل اللائحة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في برامج متعددة يشارك فيها عدد من الأقسام العلمية بناء على ما يتطلبه سوق العمل لمواكبة المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وتلبية لاحتياجات أحداث التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. أبنائنا الطلبة والطالبات، نوصيكم بالمشاركة الفعالة في المسيرة التنموية لوطننا العزيز في إطار المقتضيات وضوابط الأخلاق وتقاليد المجتمع حتى تكونوا نموذجا مشرفا يحتذى به في المجتمع المدني. ونسأل الله أن يوفقكم في حياتكم العملية والاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.